السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الفتاح قبلي تكنيسيا ومنتونس سيبور انفورماتيك اريزو. لما ان شاء الله غنشوفو الفيديو 11 بالنسبة لي كوموند لينكس، وان شاء الله غنشوفو اليوم لا جيستيون دي جروب. الوغ لا فيديو السابق شفنا لا جيستيون دي زوتيليزاتور، وهضرنا على واحد الفيشي مهم اللي هو سلاش او تي سي سلاش باسورد. يعني قلنا انه شاك اوتيليزاتور كنديرو له لا كرياسيون ديالو في لا ماشين لينكس، الوغ كنلقاوه ستوكي في واحد الفيشي اللي هو سلاش او تي سي سلاش باسورد. اليوم ان شاء الله غنشوفو لا كرياسيون ديال الجروب، يعني كيفاش نديرو لا كرياسيون ديال الجروب، وشنو هو الفيشي اللي فيه كيتم ستوكاج ديال هاد لي جروب اللي حنا كنديرو لهم لا كرياسيون. الوغ الفيشي ديالنا اللي هو كنخدمو عليه هو هذا. الوغ كما مولفين كنهضروا في الفيشي ديالنا انه مكتوب بالدارجه، الوغ باش يكون الامور مبسطه. اون فوا تنديروا لا كرياسيون ديال شي جروب، تتزاد واحد لا لين في الفيشي اللي هو سلاش او تي سي سلاش جروب. الوغ حنا قلنا قبل انه الا بغينا نافيشيو الكونتوني ديال هاد لي تخوا فيشي اللي هما سلاش او تي سي باسورد سلاش او تي سي سلاش سلاش جروب سلاش او تي سي سلاش شات داون. الوغ بغينا نافيشيوهم كنديرو لا كوموند كات، كنديرو هاد السميه ديال هاد لي تروا فيشي واحد فيهم، كنشوفو الكونتوني ديالو. الوغ حنايا اليوم غنشوفو غنخدمو على او تي سي سلاش جروب. الوغ هاد سلاش او تي سي سلاش جروب كنلقاو فيه دي جروب اللي هما كريي بار لو سيستيم، ولا دي جروب اللي هما كريي من طرف لادمينستراتور، ولا من طرف هما كيكونوا مكريي من طرف ليتيليزاتور. يعني ميمكنش لادمينستراتور اللي كريي هاد لي جروب. الوغ كنلقاوهم على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا، انهم كيتكونوا من ربعه ديال لي شون، وكيما ديما السيباراتور هو دو بوان كما كتلاحظوا هنا. يعني شفنا في الكرياسيون ديال ليتيليزاتور كنلقاو سبعه ديال لي شون، اما بالنسبه للجروب فكنلقاو غير اربعه ديال لي شون. لو شون الاول كيعطينا لو نون دو جروب اللي حنا درنا له لا كرياسيون، يعني السميه ديال الجروب. هنايا كيكون لو مو دو باس ديال الجروب كاشي. وبالنسبه لهذا الزيرو اللي هنايا اللي هو جي اي دي ماشي الاي اي دي، لان الجروب ضروري ما يكون عنده جي اي دي، اما الاي اي دي ما غيستعملوش، لان الاي اي دي قلنا هو لو نيميرو ديتيليزاتور، وحنا هنا كرينا ان جروب الوغ خصو يكون فيه جي اي دي، يمكنش يكون فيه نيميرو ديتيليزاتور هو جروب. الوغ ليتيليزاتور علاش فيه بجوج، فيه الاي اي دي وفيه جي اي دي؟ لان ليتيليزاتور كوم ايتيليزاتور ضروري ما يكون عنده نيميرو ديتيليزاتور، مي نيميرو دو جروب علاش يكون عنده؟ لحقاش يمكن له يكون كينتمي لواحد جروب، اما الجروب ما يمكنلوش يكون كينتمي ليتيليزاتور، ليتيليزاتور هو اللي كينتمي للجروب. الوغ داكشي علاش ليتيليزاتور كنلقاو عنده الاي اي دي اللي هو النيميرو ديال ليتيليزاتور، والجي اي دي الا كان كينتمي لواحد الجروب. ابخي كنلقاو هاد روت واللي هو لو مومبغ ديال لو جروب. الوغ هاد لو مومبغ دو جروب هو شحال هاد الجروب شحال فيه من ليتيليزاتور في قلب منه، هذا هو المقصود بلو مومبر دو جروب. يعني بارفوا نقربوا المثال انه بارفوا ملي كندخلوا باغ اكزومبل الجروب اللي هو ديالنا الجروب ديال تكنيك او مانتونس اريزو انفورماتيك، الوغ ملي كتدخلوا كتلقاو الفوق تحت لو فوتو دو كوفيرتور كتلقاو ديسكسيون حداها مومبر. الوغ ملي كتدخلوا المومبر كتلقاو لو مومبر ديال يعني الاعضاء ديال الجروب اللي كاينين فيه، اعضاء الجروب العدد ديالهم شحال. الوغ هذاك لو مومبر دو جروب هو نفسه اللي هنايا كنقصدوا به، هو العدد ديال لي زوتيليزاتور اللي كينضموا لهذا الجروب. الوغ بالنسبه لهذا لابارتي غنهضروا فيها على او تي سي سلاش جروب، هذه هي لابارتي ديالها. يعني قلنا كتكون اربعه ديال لي شون اكسيتيرا، لي شون كل شون ذكرناه شنو المعنى ديالو. بقينا كندوزو لابارتي براتيك واللي فيها غادي نعرفوا هاد او تي سي باسورد، ونشوفوا لي جروب اللي فيه وكيفاش نكرييو جروب. الوغ ندير مود باس، انا ديجا فاتح التيرمينال هنايا نفرميه، نفتح واحد اخر جديد. فوالا قلنا انه ميمكنناش ندخلو لذاك لي فيشي لا كنا اون طونك روت. الوغ غندخل للروت افيك لا كوموند اس او، ديال المود باس ديال الروت. فوالا نشوفو الكونتوني ديال داك الفيشي كات سلاش او تي سي سلاش جروب اونتخي. فوالا هادو هما لي جروب لي ديجا مكريين
اوتوماتيكمون في لو سيستيم ديال ولكن ما كتلاح. الوغ دابا بغيت نكريي واحد لو جروب. الوغ لا كوموند لي كتكريي لي جروب هي جروب عدد. جروب عدد كنسمي لو جروب ديالي اكزومبل نسميه تاري. جروب تاري اونتري فوالا. دابا جاب الله ودخلت لداك فيشي قبيله ديال كات درت او تي سي جروب غنلقى هاد لو جروب تكريا فوالا كيما كتلاحظ 4 ديال ليش. الوغ هنايا كما كتلاحظوا الشون الاول اللي قلنا هو لو نون دو جروب هو تيري. الوغ هنايا لو مود دو باس كاشي واصلا ما درنالوش مود دو باس. هنايا لو نيميرو دو جروب لي هو جي اي دي وخلاص. في التالي هنايا ما كاين والو لان كاين هنا واحد لو شون اللي قلنا 4. هاد لو شون التالي هو لو مومبر دو جروب. الوغ حنا مازال ما افيكتينا حتى يوتيليزاتور لهاد الجروب. لو ما غايك ما كاين والو اذا ما غايكتبليش لو مومبر دو جروب. وحتى الا جاب الله وافيكتينا شي واحد ما كيطلعش هنايا. الوغ هذاك لوتيزاتور باش نعرفو اش من جروب كينتمي خصني ندير واحد الكوموند. الوغ هاد لي كوموند من بعد نشوفهم في انوتر فيديو. المهم هو انكم تعرفوا هاد سلاش او تي سي سلاش جروب شنو الهدف منه شنو كيكون فيه. وقلنا انه كيكون فيه لي جروب اللي حنا كنديرو لهم لا كرياسيون. كذلك هاد لي جروب اللي كنديرو لا كرياسيون شنو هما لي شون اللي فيهم وكيفاش كيتكونوا. الوغ كيتكونوا من 4 لي شون. ذكرنا كل شون وشنو المعنى ديالو. بالنسبه لهاد البارتي كنوقف حد لهنايا ما غنزيدش فيها ونطول فيها. الوغ بالنسبه للي بارتي ولا لي فيديو الاخرين غادي نحاول نشوفوا لي كوموند اللي غنستعملوهم في لا جيستيون دي زوتيليزاتور. يعني هضرنا على الفيشي او تي سي سلاش باسورد شفنا لي شون اللي كيكونوا اون فوا كنكريو واحد لوتيليزاتور كيستوكا في الفيشي او تي سي باسورد ولي شون شاك شون شنو لا سينيفيكاسيون ولا ديسكريبسيون ديالو للصالح. وشفنا اليوم بالنسبه لي جروب ولو فيشي او تي سي سلاش جروب كيفاش كيتستوكاو فيه هاد لي جروب اللي كنديروا لا كرياسيون ديالهم. وشفنا لا كوموند كيفاش كنديروا الكرياسيون ديال الجروب. الوغ لي فيديو الجايين ان شاء الله غنشوفوا دي كوموند اللي هما مهمين بزاف في لا جيستيون دي زوتيليزاتور اولا. وابخي ان اوتر فيديو كيفاش غنشوفوا لي كوموند دو لا جيستيون دي جروب وكيفاش نافيكتيو ان يوتيليزاتور لواحد الجروب. الوغ كما قلت لكم انهم لي فيديوهات الجايين غيكونوا اهم. فانا كنطلب منكم انكم تحاولوا تروجو اندريو لي زامي ديالكم بالنسبه للجروب ديالنا اللي هو تكنيك او مانتينونس ريزو انفورماتيك. وكذلك هذا طالب مني لكم. الوغ ماشي كنبزز او شي حاجه. المهم طالب مني لكم انكم باش يستافد الجميع وتكون المعلومه بارطاجي بالنسبه للناس ديال الدومين. الوغ وبالنسبه لاشين سير يوتيوب ديروا حاولوا انكم تكليكوا على ابوني باش توصلكم اي حاجه تم الاضافه ديالها سير لاشين. هادشي اللي كاين في هاد لابارتي باش ما نطولش عليكم بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.